صار الحزن يقدار واحد من اصحابه هونيك في ختيار ناطر على بابه صاحب الندى الازرق يطلع ويشهق وينطر على المفرق تيرجع احبابه اصبر 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 على هالحال بكرة الفرج جاي جاي اصبر اصبر لابد له نهاية اصبر الام اللي غاب احبابها وضايع فرح اعيادها بعيونها لون العذاب صرخه اسى عبلادها بعيونها لون العذاب صرخه اسى عبلادها ومشهد حزن ما صعبه بدموعها الازعاج اذا ما راح يفيق خلصونا منه بقى كله بعمل الله انا رايحه اغسل وجهي اذا طال وديع خليه ينطرني الحرارة رجعت طبيعية. يا ترى شو اسمك؟ حتى اسمك يدمين لك هون. أنا وين؟ طمن بالمستشفى.
عطشان. بدي مي، بدي مي. شو اسمك؟ لو شفته وديع بدي اياه. بتعش هيك عمول حالك انت وحدك بغيبوبه وما صحيت ابدا. كرمالي هيدا لمصلحتك اوكي. شو وعي؟ كنت عم حاول وعي ما وعي. الهيئة ما رح يمشي الحال. مش حتوعى؟ بعد ما وعي؟ اوه ظهر من عبكرة الصبح. ظهر؟ عم بقولوا عم يعطوا تصريح دخول وخروج للي بدهم اياه. وفريد شو خصه بهالموضوع؟ كيف شو خصه؟ خيك شوفير وبده يسعى ياخذ تصريح مشان يشوف شغله. ليه عم تتهرب يا نور؟ من شو عم تهرب يا بابا؟ مين دز على محمود؟ كيف كنت شاهد عيان؟ كيف شفتيه وانت ما تحركتي من البيت؟ بابا رح حضر لك ترويقة. نور، ولاحظت كمان انك ما بدك تحكي بالموضوع بوجود خيك فريد. ليه؟ وليه ما طايقة تطلع بوجهه؟ بابا انت بتعرف انه فريد دم محامي. بعدين شو؟ كملي. بعدين كلها تهيؤات وتخمينات. تخمينات وتهيؤات؟ كيف يعني؟ تهيأ لأنه حدا بلغ عن محمود. مثل مين؟ كتار عرفوا أنه هو كان هون. مثل المختار. المختار ما بيعرف أنه محمود من الأشخاص اللي نفذوا العملية. ما بيعرف غيري وغيرك وغير خيك فريد. تهيأ لأنه بيعرفه. بالإذن بدي حضر الترويقة. نور، هيدي هي الحقيقة؟ هيدي أول مرة بحس إنك عم تكذبي علي يا نور. عموماً أهلا وسهلا فيكم كزملاء جداد بالنيابة، وبعتقد منكم بحاجة لشرح طبيعة عملكم. ألو، أنا النائب العام. أهلاً مع الوزير. طبعاً سمعت. اطمئن، ما راح نتهاون مع أي مثير للشغب أو مشكو منه. عموما معي فريق عمل جديد متحمس للبنان والقانون والنظام. ولا يهمك معالي الوزير. تأمر معالي الوزير. مع السلامة. بعتقد سمعتم مكالمة معالي الوزير. انتهى زمن الفوضى وبدأ زمن الدولة. زمن القانون. بدي العالم تحس انه ما في قوة بهالبلد الا قوة الدولة. شو رأيك بمفاجأة كتير حلوة؟ أحلى مفاجأة هي طلتك على بكرة الصبح يا مريم. وأنا وسيم؟ إبراهيم يا هلا كيف؟ لا اسم الله عليك، دقوا على الخشب، صحتك مثل الحديد. الحمد لله. اقعد عمال بتعرف؟ حاسس إني مش شايفك إلي شهرين مش يومين. أي والله وأنا مشتاق لك. عندي مهمة بسور، قلت بقطع بزورك وبرجع بروح. يا أهلا وسهلا. جايب لك معي شوية جرايد ومجلات لتتسلى فيهم. خير ما عملت، لأنه أنا هون حاسس حالي مقطوع عن الدنيا كلها. يعني ما إلك وعيل إلا ابنك المفقود. إلي الله. وقديش عمر صغار؟ جميل عمره 12 سنة وشادي عمره 10 سنين. بتعيلي حدا غيرهم؟ لا. نحن هون كجمعية للاتحاد النسائي منساعد المهجرين حسب إمكانيتنا. فقديش أنت بتفتكري إنك بحاجة لمعونة بالشهر؟ أنا مني بحاجة ولا لأي شيء من كل هيدول. لكن ليش جاي لهون؟
ما تواخذوها يا جماعة، أم إبراهيم كانت من عائلة كبيرة وبنت عز ونفسها عزيزة كتير. هيدا كله منيح، بس نحن كيف نقدر نساعدها؟ إذا لقيتوا لي شي شغلة ربي منها هالولاد لبين ما يرجع خيهم. وهلا كيف عم تعيشي أنت وصغار؟ الله سترها. ليكي أختي، هون بدنا صراحة، لأنه نحن عائلة وحدة، والهدف هو التكاتف والمساعدة. بصراحة ستنا أمينة. عم شو؟ صارحينا أم إبراهيم، كيف عم تعيشي أنت وصغار؟ عم تشتغل يومين ثلاثة بالبيوت تدبر حال هي وليلة. أمينة، نحن منعرض عليكي معوني لكل شهر، ومبلغ مالي بكفيكي مشان ما تحتاجي أنت وصغار. أنا ما بقبل صدقة من حدا بعد صحتي معي. عندي هيدول وإلي هيدول. بس نحن ما عم نتصدق على حدا، هيدا حق كل مهجر علينا. روقي يا أم إبراهيم روقي. أمينة، هالحق يمكن في حدا بحاجة لإله أكتر مني. ما خبرتكن أن أم إبراهيم نفسها عزيزة كتير؟ الهيئة من الأساس كان مشواري لهون غلط، عن إذنكن. انطري شوي. في أسألك سؤال يا أخت أم إبراهيم؟ تفضلي. إذا دبرنا لك شغل وبيت تسكني فيه أنت وولادك ومبلغ تعيشي منه، كون ممنون كتير لإلكن. بس بعد ما كفيت سؤالي. عفوا بعتذر. بس بعيد عن بيروت بتقبلي؟ لا. ليه؟ لأن ببيروت بقدر بحدور على ابنك يومين ثلاثة، أبرم عليه لاقيه ولاقيني، استهدي عليه استهدي علي. ولو وعدناك إذا بعدتي عن بيروت إنه كلنا رح نساعدك حتى تلاقي ابنك، ما رح نرتاح قبل ما نلاقيه. وين؟ هيدا اسمي وعنواني وأرقام تليفوناتي ببيروت وطرابلس. يعني أم إبراهيم لو اشتغلت رح يكون شغلها بطرابلس. ستري حاب اسم غني عن التعريف، وزوجة وزير سابق ومن أكبر العائلات بطرابلس. فكري إذا استضفتك ببيتي بطرابلس مع عائلتك بكون كتير سعيدة. استضفتيني؟ قصدي تشتغلي عندي مشرفة مش صانعة. رح فكر. تركي بيانات ابنك المفقود مع السكرتيرة برا، والله بيعمل لي فيه الخير إن شاء الله. عن إذنكم. شفتي ست رحاب عزت نفس اللبناني حتى بأصعب الظروف، لا بيت لا شغل ولا مصاري، وبصر يعيش من عرق جبينه. من شان هيك حابة تجي لعندي على طرابلس هي وعائلتها. من هلأ وبالرايح هيدا مكتبك. هون معك؟ بدك تقعدي بمحل تاني؟ أنا قلت بدي بعدك عن مكتب التحرير لأنه هونيك في عجقة وضجة بتهلكي. شكرا كتير أستاذ رجب. شو لص؟ ما قلنا رجب حاف بلا أستاذ. بشرط عيط لي رنا حاف من دون دمازيل. أوكي، تفضلي رنا حاف من دون دمازيل. ألو، إيه أستاذ عصي؟ شو؟ عملية تانية وبنفس النهار؟ لك ينصر دينهم يا ابن عمي. ايه اكيد رح اجي هلا. هيها موجودة. لا لا ولا يهمك، انا بهتم فيها. يلا يعطيك العافية. عندك مهمة صعبة. وانا حاضرة. طيب يلا. لوين؟ عبيت عمي لوين؟ عمكتب رئيس التحرير. يلا عندك شغل. عم تضحك؟ أول مرة بشوف زلمة عسكري متوتر هلا. بالأيام في حالة استنفار قصوى يا إبراهيم. طبعاً بدهم يثبتوا حالهم، لأنه بيني وبينك البلد عم تغلي. طالما في احتلال إسرائيلي وطالما إله أعوان وطالما العالم ما خصه بالحرية والمساواة والعدل والأمان، رح تضل البلد عم تغلي. تعرف كم عملية تمت آخر 24 ساعة ضد القوات الإسرائيلية؟ ما بين الدمور الصيدا وجنوب. قدي 7 عمليات، شي إفرادي وشي جماعي، شي تظاهرات وزاد حجارة. هيدا طبيعي. أول شي كانت حجتهم الفلسطينيين، منيح طلعوا الفلسطينيين، شو حجتهم هلأ؟ عشو بعدهم بلبنان؟ عشو عم بيركزوا حالهم مثل كأنهم مناويين يتركوا البلد أبدا؟ ما هني أصلا ما كان هدفهم الأساسي إخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان وبس. وينكن يا شباب؟ هينا هون أبونا. لا تواخذوني تأخرت شوي على التليفون. طيب
أنا رح أستأذن، تأخرت شوي. أقعد، ما بدك تعرف مع مين كنت عم بحكي؟ أكيد مع هالحربوق الصغير، كتير اشتقت له، إلي سنتين مش شايفه. وبيسلم عليك كتير. عفوا، مين الحربوق؟ ابني، ابني الصغير، خيه للمرحوم سليم. بيشتغل فوق، اسمه وديع. وديع أبو ضهيه، بيعجبك منيح يا إبراهيم. بدي صور حية ومعبرة لكل لحظة من لحظات المظاهرة. والأستاذ جميل بدي يسجل كل كلمة، كل شعار بيرتفع من أي مجموعة أو أي فرد بالمظاهرة. بدي تحقيق كامل شامل لحالة الغليان الشعبي ببيروت. مفهوم؟ وبسرعة. مع السلامة. لحظة أستاذ، بدنا نروح معهم. لوين كنت تروح معهم؟ أنا بدي مزرة لما نروح معهم. بس هذا ما شغلكم. على القليل نكون على الساحة منشان نقدر نعبر كل واحد بطريقته الخاصة. دمجرنا، انت موافقه على اللي عم بيقوله؟ انا اكيد موافقه، بس حضرتك رح تتحمل المسؤوليه، وحضرتك رح تتحمل المسؤوليه معه. ولا يهمك استاذ، خوفك عليه، حط ايديك بمي بارده. سلام. تفضلي. روق فريد، روق. كيف بدي روق يا زلمه؟ حس حالي اني بحبس كبير. اشكر الله انه فلتوك، بعدهم حجزين 9 شباب بشباب الضيعه. لك اللي رح يخوتني انه هيدا المسؤول عن تصاريح الخروج طلع بالطلب هيك ورجع لورا بعجرفه، بعدين اطلع فيني وقال تراك الطلب ومروق علينا بكره، مثل ما كان عم اشحد منه. بقيه كان هونيك ساله. روق شوي، هلا لما بيجي بيي بركي بنعرف منه شيء ما دام كان هونيك. يا اخوت يا ناجي. نعم. روح عمول فنجان قهوة للأستاذ فريد تيروق راسه شوي. كيف بتحب قهوتك أستاذ فريد؟ بدون سكر الله يوفقك ناجي. بدون سكر. وحضرتك أستاذ عبد؟ لك أنا ما بدي شي. يلا. نعم؟ يلا. هودي ما بيعرفوا إنه ورانا أرزاق ورانا شغل. لك موتور السيارة رح يكربج من الوقف يا زلمة. لك ما سمعت أخبار اليوم؟ شو بدي اسمع أخبار؟ ما الأخبار عنا هون، نحن بنعرفها أكثر من اللي عم بيزيعها. أكثر من راديو إسرائيل. راديو إسرائيل؟ عم بيقولوا إنه هيدا الزلمة اللي كمشوه هون خطير كتير. زيعوا اسمه؟ لا ما زيعوا لا اسمه ولا ضيعته ولا شيء، بس زيعوا انه اعترف اعترافات خطيرة عن عملية اغتيال ابو موسى والجهة اللي ورها الاغتيال واسماء رفقاته. يعني بعده طيب؟ ليش حدا قال انه انقتل؟ لا بقصد انه نحن سمعنا صوت رصاص كتير، ما حدا قال انه صاب ولا شيء يعني. القهوة. شكرا ناجي. هني عم بيأكدوا انه كان مخبى بعين الصقر قبل العملية بشي يومين ثلاثة. وجع. سواب علي. القهوة عمي. صدق الله. هيفا. عادي يا عم. قديري حزنك يا حبيبتي، العيون الطيبة مراية لأصحابها. نشكر الله على كل شي يا عمي. عم يقولوا اليوم رح تتصلح التليفونات، وإذا ما اتصل غسان رح نتصل فيه. بس الهيئة التليفونات مطولة، هيك سمعت من عمي سالم. إذا طولت عن بكرة رح أطلب تصريح وانزله على بيروت تشوف شو وصل. تفضل. اهلا خالد. وصلتك التعليمات الجديدة؟ هيان عم بقراها. بدون العالم ما تعبر حتى عن غضبها من الاحتلال. ليه عم تضحك؟ عم بتخيل منظر المدعي العام لو سمعك عم تحكي هيك. هلا كنت بمكتبه وحكيت زيت الشيء. وما حكي شيء؟ ولا شيء. معلوم خيي خالد، انت مسنود منيح. وما حدا بيقدر يقول لك شيء. شو قصدك؟ ولو كلنا بنعرف انت ابن مين. بترجاك قسام، انا تعينت هون بالواسطة. كلنا تعيننا بالواسطة. انت غلطان كتير قسام.
أنا تعينت هون بشهادات وبكفاءاتي، وما تنسى أنه أنا خريج السوربون بباريس ومعي ماجستير بالقانون. وأنت ما تنسى أنه في عشرات مثلك بيملكوا نفس المؤهلات، بس مسابق أنه منن ولاد وزير سابق كبير ومرشح أنه يكون رئيس مجلس وزراء، ومن عائلة بتملك نص طرابلس إلى آخره إلى آخره. أنت اللي عم تحكي هيك؟ الكل عم بيقولوا هيك. غلط، هيدا غلط. أنا لو بدي منصب ولا راحة بال كنت تعين بالسلك الدبلوماسي وضليتني مع أختي بباريس، ولا رجعت بهالوقت بالذات على لبنان وكله صراع واحتقان وتصفيات وغيوم ملبدة. عرضوا عليك وظيفة بالسلك الدبلوماسي وأكثر ورفضت. فضلت أرجع على لبنان بهالوقت بالذات واشتغل بالنيابة العامة. أخوت أكيد أنت أخوت غسان. حدا بيترك باريس بلد النور والجمال ورفضت عرض تشتغل بالسلك الدبلوماسي لترجع على لبنان بلد الدمار والتعدير يلي الواحد بيترك فيه بيته وما بيعرف اذا بيرجع ولا لا؟ لانه لبنان بلدي. لبنان بلد مليون واحد عايشين برا او اكثر وكلياتهم مبسوطين، ليش انت؟ بتعرف شو يلي رجعني؟ صور ومناظر، صور الاحتلال الاسرائيلي ومناظر بشاعته وحشيته ومجازره بصبرا وشتيلة وفظاعته بالجنوب اللبناني، الجنوب اللي فصلوه عن لبنان وهجروا أهله واعتقلوا شبابه وما رحموا الأطفال والنسوان. سألت حالي وينك يا خالد يا دارس القانون، يا خالد يا لبناني يلي عائلتك إلى تاريخ نضالي من أيام العثمانيين، وينك يلي بعدك بتحمل باسبور مكتوب عليه الجمهورية اللبنانية؟ شو حجمك؟ شو دورك لما تشوف أطفال لبنان عم بيقاوموا الاحتلال الإسرائيلي بالحشارة وبالنقيفات؟ شاب لبناني، شاب يقتل ضابط إسرائيل بعز دين الظهر بالحمرة؟ وينك؟ عرفت ليش أنا رجعت يا ابن الجنوب؟ ألو؟ نعم سيدنا. نعم خالد هون سيدنا. أمرك، أمرك سيدنا المدعي العام. قالوا نعم سيدنا. أهلين المتهمين هلأ هون؟ نعم نعم. لا يا في شغل بس هاي دول طلبة مدارس سيدنا، كيف بدنا نحبسهم؟ طلبة مدارس؟ أمرك 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 سيدنا. شو في شغل؟ الشرطة قبضت على مجموعة طلاب كانوا متظاهرين وعم يهتفوا ضد السلطة. يعني في شغل؟ أنا رايح على مكتبي. أنت بالذات بدك قطع راسك. ما تضرب، بقطع له إيده اللي بيمدها على جميل بركات ابن الشهيد محمد بركات. جميل بركات؟ تخيل لإبراهيم بركات؟ شو اسمك؟ جميل محمد بركات. تلميذ؟ نعم. وين ساكن؟ بالضاحية. شو بيشتغل بيك؟ بي الشهيد محمد بركات. مهجر؟ من عين الصقر بجنوب. ما بتعرف انه الشغب ممنوع بقرار عسكري؟ انا ما عملت شغب. فاذا شو عملت؟ مظاهرة. لشو؟ لانه الاسرائيليين دمروا ضيعتنا وعم يعتقلوا العالم وما حدا عم يحكي. مين اللي حرضك على التظاهر؟ ما فهمت. يعني مين قال لك اطلع بالمظاهرة وكسر بالسيارات و... ما حدا قال لي شيء. لقيت حالي انا ورفقاتي بعدنا قرينا جرايد وشفنا الصور انه لازم نظهر ونهتف، وبعدين ننقشت كل هالعالم. ما بعرف. ما كنت عم ترمي حجارة على السيارات او الشرطة؟ الشرطة هي اللي بلشت بالضرب، انا كنت عم دافع عن حالي وعن رفقاتي. ما تكتب هالشي. حاضر. قد عمرك جميل؟ 12 سنة. ليك جميل بعدك صغير وما بتفهم حقيقة الاوضاع.
يعني نسكت؟ يعتقلونا ويهجرونا ويدمروا بيوتنا والدولة ساكتة ونحنا كمان نسكت؟ تركنا لحالنا شوي. اقعد قرب اقعد ما تخاف. انا ماني خايف. مانك خايف مني؟ ليش بدي خاف منك؟ انت لبناني مثلي مثلك. طب والشرط اللي رميت عليه حشارة كمان لبناني مثله مثلك؟ ايه بس كان عم يضربنا بالعصاية وفجلوا راسه لرفيقي راجي. ليش ما بيروح بيضرب الاسرائيليين؟ بتعرف لو شافوا خي ابراهيم وهو عم يضربنا لكان قتله. شو بيشتغل خيك ابراهيم؟ خي ابراهيم كتير قواضاي وما بيخاف غير من الله. شو بيشتغل وينه هلا؟ مفقود. جوعان؟ جيب لي سندويش بسرعة وشي بارد. رح تحبسني؟ لا. يعني رح تفلتني؟ بشرط توعدني تمسك أعصابك منيح. أهم شي يا جميل إنك تفهم صح وتكفي تعليمك منيح، لأنه لما تفهم منيح وتتعلم منيح أكيد رح تتصرف منيح وتعرف شو هو دورك. شو يعني؟ يعني الشرط اللي رميت عليه حشارة يمكن يكون خيو لرفيقك بي، والسيارة اللي كسرت أزازة يمكن تكون سيارة بي لرفيقك، سيارة عائلة شهيد، سيارة عائلة مهجرة. جميل، دورنا بالحياة ما ببلش إلا تنفهم منيح ونتعلم منيح. فهمت؟ فهمت. وهلأ فيني فل لأنه أكيد أمي بتكون خوتاني علي. للأسف لازم حدا من عائلتك يجي يستلمك. شكراً دكتور علي. على شو؟ هيدا واجب يا إبراهيم. حاسس أني صرت أحسن. إيه طبيعي، ما هي الأبر مضادة للالتهابات، كل ما خف الالتهاب بده يخف الوجع. يعني بقدر فل. فين؟ لوين؟ مبدئياً على صيدا. بعد في ثلاث إبر متطمن على زوال الالتهاب نهائياً، لأنه هلأ أي مجهود تكتب لي اسم الإبر وأنا بكملهم بصيدا. ولو يا إبراهيم؟ أبونا؟ يا ابني نحن أزعجناك بشي؟ عفواً أبونا، قصرنا بحقك؟ بالعكس، ما حسيت بيناتكم إلا أني بين أهلي. لكن لشو مستعجل؟ خليك كم يوم على قليل لنكفي العلاج. ليك إبراهيم، صحيح يا ابني أنا بعدني ما بعرفك منيح وأنتي ما صار لك بيناتنا أكثر من يومين ثلاثة، لكن يشهد الله يا ابني، يشهد الله أني حسيتك مثل المرحوم سليم. حكيك، حماسك، أدبك، خجلك، روحك مثل روحه تمام. وأنا كمان بدي أتعرف عليك أكثر. ما بدك تنطر يا ابني تشوف ابني الصغير وديع؟ وديع، وديع مرح وحبوب كتير. وديع رح يطلع لنا بهاليومين. خلص كف الأسبوع معنا لنطمن عليك أكتر. إبراهيم، إذا مش عجبتك غرفة سليم هيها غرفة وديع موجودة. بالعكس يا أبونا، ما بعرف ليش بس نام بهالغرفة نام بأمان. بنها المستشفى مانو طيب ابدا. بكره بجيب معي ترمس قهوه بس ارجع من الضيعه. من وين؟ ابو فادي اعطاني اجازه 24 ساعه لانزل طلع على اهلي وارجع. ايه ازرع اجرك، انا كمان بحق لي باجازه 24 ساعه. صدقيني حياتي، صدقيني طلبت منه هالشيء بس ما بعرف ليه رفض. ليه رفض؟ انت اهلك هون، بعدين مش ممكن لازم واحد منا يبقى بالمستشفى تراقب الزلمه. لك الله ياخده ويريحنا منه ومن هالحبسة. بعدين ليك هالنورس ماني مرتحت لها أبداً. ريجي شو قصتك؟ شو وقت النورس هلأ؟ ما قاعدين سوا طيب. أوكي حبيبي بس إنه ما بتنطق. بدك زيتونة؟ بدك زيتونة؟ زيتونة. يا بيني وبينك يا أمينة، أنا بعد ما شفت مهجرة عندها عزة نفس مثل أم إبراهيم. لك مزبوط؟
لك فوتتني اليوم، ما بدها تطلب شيء ابدا. بيني بنت اصل وكرم. ما في شك. شو عم بيصير يعني؟ شو عم بيصير؟ رح تقتل الصبي. تعال شوف شو القصه. روجي روجي روجي. سيماني، بعرف انك سيماني، ما تخاف، فتح عينك، ما في حدا هلا. تفضل. نور نور، مين هيدي النور اللي كنت عم تعيط لها حتى وانت تحت العملية؟ شو بها اجرع مش حاسس فيها؟ نور بتكون مرتك؟ هيدي اللي عم تدور علي؟ الحمد لله ما ضاعت، الحمد لله ما ضاعت. طيب حط لك اياها مطرح برقبتك. انت كتير انسانة. مول حالك كأنك بغيبوبي مثل ما اتفقنا. اوكي اجرى عم تجعني كتير، مش حاسس فيها. شو بها؟ انسى هلا اجرك، حياتك كلها على المحك. شو الأخبار نفس؟ مثل منك شايف ما في تحسن. ما عم بعرف، ما عم بعرف اتفاهم أنا وهالصبي، كأنه مش مكفيني اللي فيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تجد لفكرك أم إبراهيم، هيدي ولدني كل صغار ذا العمر هيك. أنا اللي بحياتي ما فايتي على مخفر، روح على النيابة واكتب تعهد كمان. اشكري ربك انه ما حجزوه مثل غيره. دخيلكم ما تواخذوني يا جماعة، عم بزعجكم معي. ما تحكي هيك يا ام ابراهيم، لك صرنا اهل والحال واحد. اسمعي ام ابراهيم، من بعد يلي صار لجميل ما حدا رح يقبض من الدوسير. شو قصدك امينة؟ يعني بالصراحة لو كنا مطرحيك كنا قبلنا عرض هالمسؤولة بالاتحاد النسائي. شو يعني طرابلس؟ كل ساعتين بالسيارة. انتقل لطرابلس؟ اليوم أثبت الطلاب في منطقة الضاحية أنهم ليسوا قاصرين سياسياً، ولا يستطيع جهابزة السياسة الانتهازيين اللاعبين بالعواطف الكاذبة والشعارات الزائفة تجييشهم لصالح طموحاتهم السياسية الآنية. وبالمقابل أثبت السياسيون عندنا، أو بعضهم على الأقل، أنهم لا يرون إلى أبعد من أنوفهم. وديع بعمره طموح وما بيخاف، عكس المرحوم سليم. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحم روحه، كان عاقل رزين، يحسب كل شيء وما يتحرك إلا بالعقل.
طيب شو بيشتغل وديع؟ وديع كفل للبكالوريا. كان بده يتطوع بالأمن العام. وعلقت الحرب وما عاد صار نصيب. طيب شو بيشتغل هلا؟ مع القوات الدولية براس النقورة. عم بيدفعوا له معاش منيح ولا بالدولار؟ شو عم يشتغل معهم؟ مثل ما تقول بترجم لهم وبيساعدهم بغراضهم وحساباتهم. ما بيستغنوا عنه ابدا. بس انا ما عجبتني هالشغله. مش معروف امتى بيجي وامتى بيفل. هذا دكتور علي. مساء الخير. مساء النور، تفضل. مساء الخير. مساك يا حكيم، اهلا. كيفك اليوم؟ الحمد لله، كيفك انت؟ مثل كل مره، حماتك بتحبك. وانا ناطر اتعرف على بنتها وما بعرف ليه تاخرت. جبت لك كم مجله وكم كتاب معي مشان تقراهم وتتسلى احسن ما تزهق. شكرا. علي بيضيع نص معاش وعشريه الكتب والمجلات. كبر عقلك ولا تكبر بطنك، هيك المثل بيقول. صحيح. ان شاء الله يعجبوك. شكرا يا حكيم، شكرا. بابا بحضر لك العشاء. بس يرجع فريد متعشى سوا. ما قال لك وين راح؟ عند عبد ابن المختار. من بعد الظهر لهلا؟ شباب بيتسلوا مع بعضهم، طيب الله يفرج. معقول يروح لعندهم هلا؟ مرحبا ابو فادي، في اعرف ليش جبتني لهون؟ جبتك لهون لانه في مجندين جديد بالسكنة، ما بدي حدا يشوفك او يشك فيك. بعدين هيدا تأمين لحياتك. خد معاملة مضمونة 100% أبو فادي، شكرا. وعبكرة جاي صاحبتك من نهاريا. لك تسلم لي وعود المعلمين الكبار. بس يا ريت أبو فادي لو منأجلها شي يومين ثلاثة هيك، يعني بتعرف تيروق الجو شوي. فريد بدي منك خدمة تانية. مور أبو فادي. قرابتك بعده مخطر وبغيبوبة من بعد ما قطعوا له أجره. قطعوا له أجره؟ ما كان في حل تاني. يعني تقصد مش هيدا موضوعنا هلأ. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيدا بيتمنى يموت هلأ ولا يرضى يعيش هيك. أنا بعرفه منيح. وين غراضه؟ سلاحه، شنته، أوراقه، دخيرته؟ صدقني ما بعرف. ضروري تعرف. يعني ضروري ضروري؟ أكيد ضروري. وبعدين هالغراض بتساوي شي 2000 دولار. قديه؟ 2000 دولار. إذا هيك أنا مستعد أخرب لك الدنيا تعرف وين مخبيهم. بدي شيء تاني. تفضل. أي شيء، أي ورقة في عليها رقم تليفون أو عنوان أو اسم. لك لو حتى لقيت شعرة من شعر راس أبو فادي رح أجيب لك إياها. برافو عليك فريد. الله يرضى عليك. مر الشباب يرجعوني على الضيعة بس بنفس الطريقة. هلأ بيكون أهلي مشغول بالهم علي. بعدين ما بدي حدا يشك بشي. على راسي فريد. ناجي؟ ناجي؟ أهلين ست نور. وين عبد؟ عبد يحوي فوق. وفريد معه؟ فريد مرق اليوم بعد الظهر، قعد له شي 10 دقايق ربع ساعة وفل. أنت متأكد إنه فل؟ طبعاً متأكد. ليه؟ في شي؟ متأكد إنه منه فوق؟ هلأ بعدني نازل من فوق، تركت المختار قاعد مع المساعد سالم وعبد فاتي نام. لكن مثل ما توقعت راح يقبض بهي الخيانة. شو قلتي ست نور؟ ولا شي ناجي، تصبح على خير. طيب بيجي معك بدور عليه؟ ما في داعي، عرفت وينه. خوفي عليكم لأنه ما عاد إلي بالدنيا غيركم. أنت وخيك شادي الغايب
حاضر بقلبي وروحي. فهيم يا ترى وين الخير لألكم؟ هون ولا هونيك بطرابلس؟ زمان لما كنت أحتار كنت أسأل أبو إبراهيم، ولما استشهد صرت أسأل إبراهيم، هلأ بسأل مين؟ هون ولا هونين؟ ولا وين بروح فيكن؟ وين بروح فيكن؟ وين؟ قلت لحالي أكيد نور نامت وراح أتعشى شي من قريبه، مع إني جوعان كتير. معقول نام قبل ما اطمن على خي وعالشير؟ لك تقبرني يا اختي الحنونه تقبرني. ما قلت لي وين كنت سهران لهلا؟ يعني بدك مثل ما تقولي يا اختي هيك سهره شبابيه وما حسينا بالوقت كيف مرق. عند عبد ابن المختار؟ اكيد. ما زهقت انت ومعه من بعد الظهر لهلا؟ لا تمشينا شوي وحكينا شوي وما حسينا بالوقت كيف مرق. رجع مبسوط وشهيته مفتوحة، أكيد قبض باقي تمن الخيانة. الحمد لله بكفي هالقد مشان أعرف نام. صحتين. لك تسلم إيديك يا أختي على هالأكلات. نيالو اللي بده يتجوزك. بدك فواكه؟ لا بدي قهوة هلأ. هلأ؟ إيه مشان ما يكتم الأكل على نفسي وهيك بهضم شوي. القهوة مش منيحة بالليل تعمل لك قلق. أختي بدي قهوة منشان اشربها أنا وياكي. أنا ما بشرب قهوة بنص الليل. لك بدي أقعد معك شوي اشتقت لك. تكرم عيونك خي، بس خليني أضب الأكل وراح أعمل لك ركوة قهوة. والله يا ابن عمي سارة عند سمر كان لازم تمد للصبح. ما هو لو ميك أنا كنت بقيت للصبح. لأنه سارة مع الحبايب ما بنشبع منها. بدك الحقيقة اللي أول مرة بعترف فيها لحدا يا رجل؟ قول قول واعترف لابن عمك وخيك. سمر سمر بشتاق لها حتى وأنا معها. الله واشتقت لك اشتقت لك. ما تقلي منك شامم ريحة ملوخية. ملوخية وطيبة كمان، على فكرة ما حدا بيعرف يعملها بالطيبة غير أمي. وأنا كمان يا رجب. نحن ضمير الجو وتغطي نحن نور الكرامي لو صور ملامحنا. أيام يا أيام يا وراء مكتوبي